السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوائي الأعزاء، أبناء شبوة، كل قبائل شبوة، وخاصة الذين رضوا باغتصاب بلادهم من قبل ميليشيات الإمارات. حابين نقول لكم ألف ألف مبروك وهنيئا لكم، هنيئا لكم بالعافية بالعافية عليكم. ولكن حكمة أجنبية أصلها هو أمريكي. الحكمة تقول إذا تعرضت للاغتصاب من الحكمة عليك أن تستمتع، يعني ما تقاوم، عليك أن تستمتع. طبعا تفسير هذه الأمور إذا أحد يريد أن يعرفها، معنا الدكتور والخبير الاستراتيجي ممكن لهذا السبب نحن ننصح الرجال في شبوة أن يستمتعوا في هذا الاغتصاب الذي صار من ميليشيات إمارات، من الضالعين، هذا كل المكتسبين. لازم أنت تستمتع، لأنه إذا لم تستمتع سوف تحصل لك مشكلة كبيرة جدا. أنظر عدن، أنا بحكم أني خبير أيضا استراتيجي، ليس دكتور فقط، أنا خبير في اليمن في كل عمليات الاغتصاب. عدن تم اغتصابها، سوت مشكلة في بداية الأمر، لكن دخلوا بيوت، كسروا حاجات، شلوا سامان، هريم، حاجات كتير، تمام. بعد كده خلاص استمتعوا، بعد ما شلوا سامان، بعد ما شلوا رجال، بعد ما شلوا أرض، يعني حاجات كده، اضرب، سجن، فاضي ماري، أي حاجة، اتهامات، إرهاب، قاعدة، أي شيء، يعني يمسك رجال يسوي أي تهمة للسجن، مشكلة. خلاص صار جسم أي واحد في عدن زي التمساح، ما يحس، هو استمتع. فإذا أنت في شبوة إذا لم تستمتع سي مشكلة زي عدن، شلوا السمان، بيت، أرض، ضرب، سجن. فأنا أنصحك بحكم أنا خبير في اليمن وخبير في الطب في هذه الأمور، دكتور إيري بالانتقالي، معروف أنا في كل مكان في العالم. أنا أنصح كل مكان في شبوة، كل رجال، أنا أنصح كل رجال في شبوة استمتع، لازم يستمتع. أنت ما تستمتع مشكلة، والله مشكلة كتير، كله قطع، كسر راس، سير زي أول عدد، عدد مستمتع، أنت لازم تستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.